أقامت دار فالنتينو للأزياء عرضاً في الهواء الطلق بمناسبة افتتاح أكبر متجر لهذه الماركة في العالم في ساحة بياتسا دي إسبانيا الشهيرة في وسط روما. وعلى أنغام موسيقى سامويل باربر انسابت العارضات اللواتي انتعلن صنادل من دون كعوب على المنصة الخشبية البسيطة التي وضعت تحت نوافذ مشغل الماركة الشهيرة. واقترح مصمما الماركة ماريا غراتسيا كيوري وبيير باولو بيتشولي رحلة غامضة وجذابة عبر روما، فكان الأسود نجم العرض وأتى على شكل فساتين طويلة مبسطة مع بعض الأجزاء الشفافة. بعدها أتى دور ثوب أحمر فضفاض وهو لون الدار الإيطالية المفضل، وتخلل العرض أيضاً تصاميم بألوان برتقالية وخضراء قاتمة. وتطلب بعض الفساتين مئات ساعات العمل مع مدة قياسية لفستان قصير برسوم هندسية بالأبيض والذهبي احتاج إلى 2500 ساعة عمل.